أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب
وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام
إذ قال الله يا عيسى ابن مريم إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وإن تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه بإذني وإن تخرج الموتى بإذني
وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك السماء
قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا. قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم
خلقتنا قال عيسى بن مريم اللهم ربنا قال عيسى بن مريم اللهم تكون لنا عيدا اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا علينا
تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وارزقنا وأنت خير الرازقين. تكون لنا قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله سبحانك
أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به الله يكرمك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد ما قلت لهم إلا أمرتني أن أعبد أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه وأنت على
فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك إن تعذبهم فإنهم تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم لهم فإنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. كثافة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلا على أسماعنا ذلكم من العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد فاروق أبو الخير القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله والمقيم بمركز مدينة سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ. أما الإذاعة الهندسية والأنوار الكهربائية ومحطات الديزل الفخمة المتنقلة في جميع أنحاء الجمهورية إدارة أولاد مجاد المقيمين بها اليوم. أما مخزن الفرشة الكبرى والخيام المكيفة المتنقلة في جميع أنحاء الجمهورية والخدمة الفندقية الممتازة إدارة أولاد أبو دياب المقيمين بها اليوم. وشكر الله سعيكم جميعا.